وجميعا مدعوين لبيتي لقراءة المولد النبوي الشريف يوم الجمعة بعد صلاة العشاء وقبل سفر عبد اللطيف لمصر. ايه شيخنا ايه وعشا المشايخ والضيوف؟ هي هدية مني لعبد اللطيف. ها بصراحة انا ما كنت ناوي اعمل عشاء ومختصرة على تقديم سرر ملبس وتمر. إيه لا سيدنا ما بيمشي الحال، ابنه ما بيمشي لصرف تمر، ما بيمشي الحال. معلومك هدول موالدية ما بيجودوا الا بالعشاء والحلف. طبعا طبعا انا بحاول. لك العشاء هدية المعلم عاشور والحلو هدية مني. لا 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 شيخنا ما تركوني شيء لعندي. لا تزعل من على بالك، بقي يعني الفواكه اخي، انت اجيب الفواكه. ولك هي كلمة حكيناها شباب. يا معلم خليها حملنا. شو هالحكياتك يا بجدي؟ لك الرجال عنده اولى وافعالها مو هيك؟ ايه يا برسمي انت شو رح تجيب؟ والله يا ابو مجدي اللي بتقوله وبتأمره بصير. عال معناها انا وياك منتشارك بجيبة الفواكه. لا يا سيدي البطن مو محرز من نيتين، انا بجيب الفواكه كلها لحالي. والله ما راح خالفك يلي بتقوله انت بصير، يلا جيب الفواكه انت. والله عين الصواب أثابك الله. شو اللي عين الصواب سيدنا؟ مستحيل تمر وحدة على أم مجدي إلا بده يعرف البيضة مين باضة والجاجة شو لونها. إيه بس من حقي أفهم وأعرف شو اللي عم بصير حواليي. والله مزبوط مزبوط أب مجدي، أنت لازم تعرف شو عم بدور حواليك وتفهم كمان، بس يعني أحيانا شوي عم تزودها والزايد معلومك اخو الناقص مو هيك. هلا لا تلهوني، بدي افهم سيدنا شو وشوشك ابو عبود لحتى عجبك وقلت له عينه الصواب. بده يعرف. اخي ابو عبود الله يجزيه الخير ذكرني بشي مهم انا كنت غافل عنه، وهو موضوع خطبه حده لبنت ام بدور، وحده انا بعتبره مثل ابني، مشان هيك رح نعمل كتب كتابه عندي بالبيت، يعني بصير كتب الكتاب والمولد اللي كنا عم نحكي عليه سوا. فشو رأيك يا أبو مجدي؟ إذا بدك الدغري فعلا عين الصواب. الله يديمكم أنتوا اثنين للحارة ويديمنا نحن بالمعية. لا إله إلا الله. على خير يا رب. إيه يا أبو عبود. نعم سيدنا. على شو اتفقتوا؟ سيدي اتفقنا على 10 دراهم فضة والمؤجر. نعمل. توكلنا على الله. لا إله إلا الله. حط إيدك فيها. لا إله إلا الله. بسم الله. خير خير. قل نعم زوجتك من موكلتي. زوجتك من طول بالك قدو، طول بالك مختار تحكي اول شيء بعدين انت هو الوكيل. زوجتك من موكلتي. زوجتك من موكلتي بدور. بدور بنت سميح المبيض. بنت سميح المبيض. على كتاب الله. على كتاب الله. وسنة رسوله. وسنة رسوله. وشهادة أن لا إله إلا الله. شهادة أن لا إله إلا الله. وأن محمدا رسول الله. وأن محمدا رسول الله. وعلى مهر معجله. وعلى مهر معجله. 10 دراهم فضة. 10 دراهم فضة. ومؤجله. ومؤجله. 10 دراهم فضة. 10 دراهم فضة. وعلى شهادة الشهود. وعلى شهادة الشهود. والله خير الشاهدين. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. قول يا حد. وأنا. وأنا. قبلت. قبلت. الزواج. الزواج. من موكلتي. من. موكلتي. من موكلتي. من موكلتي. من موكلتي. إيه. وفق ما ذكرت. وفق ما ذكرت. إيه أول مرة لعنده. سمعونا الفاتحة على النية. يدي بحب النبي صلي على النبي. صلى الله مبارك على النبي. مبروك يا حدو. مبروك يا حدو. طيبون الطيبات عمي. الله يخلينا يا ابو ان شاء الله. مبروك يا حبيبي. عبال عند الجميع، عبال عندكم عند العزابيه. ايه حدو
هلا نحن سابينك لبيت الشيخ عبد القادر، انت لبس خطيبتك والحقنا مشان نحضر المولد، مو الطيلس وياخذك الحال. ايوه الطيلس. الله عليك يا ابو علي وسلم المبسه. يا ابو عبود ايه انا احمد ضرب طريقي وروح على الدكان وفين ما كفايه ولا يهمك خلص وبالحقو ماشي يلا السلام عليكم. الله معك معلم عاشور. مع السلامه. عين الله. وعليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام. السلام عليكم. ولو ما عزمتني شيخنا أنا أجيت لأنه حابب أسمع المولد النبوي الشريف. قراءة المولد النبوي الشريف ما بده عزيمة، مين ما إجا أهلا وسهلا. شو جابوا هذا الدسوس لهون؟ الهيئة بده يتسبب ويشفط له كم خبرية. اللي يتسبب ينكتب له كم حسن. قال دبور هدى على مسن، قال له سن إذا بتسن. أهلين بيا وصالي. شو أبو مجدي؟ عبد اللطيف ابن الشيخ عبد القادر وينه؟ ماني شافه بين الحضور. ليش مالك دريان؟ لا والله ماني دريان، خير شو في؟ بس مشان الله تضل بيناتنا. ما بدي شيء يطلع لبرا ولا ينتقل على لساني. أعوذ بالله، أنت لسه ما بتعرفني. هذا يا سيدي في خلاف بين الشيخ عبد القادر وابنه، بس مشان الله ما بدي تطلع لبرا. احكي ولا تخاف، شو سبب الخلاف؟ الشيخ عبد القادر رجل عالم ودين، ابنه طالع بعكسه. ليش اخلاق الولد سيئه؟ لا لا اعوذ بالله، بس موحياته مثل المزك، بس مشكلته انه على الان بهالسوسه. يا لطيف شو بدها تكون هالسوسه بقى؟ سوسه الشنشن. شو هالسوسه هي؟ ما بتشوفه وين في عرس وين في طهور، ما بتشوفه غير سالت حامل هالعود ونازل شنشن. وهالاب دري وطار العقل تبعه وقلعه. ايوه مشان هيك ما عم شوفه بالحاره. نحن كنا مخمنينه مع السوار. ولك يا ريت كان رفع راسنا، بس المشكلة انه عم نحكى عنه والعياذ بالله مغني. سيدي الدنيا اخر وقت اخر وقت. خلص روق روق بصالح روق، خلينا نسمع ذكر الله. من طه المرام
ميت أهلين وسهلين برمزية خانم. الغايب مثلك جاب هدية والله، مو على أساس رايحة شويتين وراجعة. إيشو هالقلة الذوق هاي؟ أنا شايفة بحياتي قلة ذوق بس هيك؟ لا والله ما شفت. إن شاء الله يا عمر عمي لا تواخذيني، بس لحتى خلصت قراية المولد أعطي حمى على سألتي. كنت مأمني على الأولاد إنهم نايمين، أنت شفتي طعميتهم وغسلت لهم ونيمتهم. ها ليش ما بتعرفيهم إنهم مثل العفاريت؟ هذا اللي كان ناقصني والله، انت تتصرمحي وتعملي زياره من بيت لبيت وانا اقعد لك نانا لاولادك. ايه وبعدين عيشه ما عادت تنطق، ما بكفي عملتي لكم طباخه وعشيه بهالبيت، كمان بدكم يعني يصير نانا ومربيه لاولاد اخوك؟ سلامه قدرك مرتخي، انت على راسنا من فوق. مشانه لالله سلفي، انت سكوت وبلا بهلله، اساسا هذا اللي انت فالح فيه. هلا رحتي وانبسطتي وانفش قلبك؟ يعني ما بيصير إلا تسمعينا كلام؟ والله كنت مأمنة إن أولادي نايمين، بعدين بسنة زماني رحت وزرت بيت خالي، شو صار يعني؟ وكمان صرتي تردي جواب وشي؟ لك إيه؟ لك شو صار لك؟ لك شو صار لك بعدين؟ لك أنت هيك ضربتني إلي، ضربتني إلي مو إلها، لأنك بتعرف أنا ملهون علي فيها، لك تضربوا أنتوا هالبيت. لا عاد حدا احترم كبير ولا عاد حدا استحى. مشان الله ما تواخذني، الله يلعن ابو الشيطان وساعته. انا بعتذر منك وبستسمحك. لا بتعتذر مني ولا بعتذر منك منوب. حرمتك هي، حرمتك عادل هي مو وحده غريبه. المسكينه قاعده بالبيت لا طلعه ولا فوتي، حملت حالها وراحت لبيت خالها. شو صار؟ قلي شو صار؟ وانت سامي يا خانوم، حسابك مو ولا حسابك بعدين. وقعد شوي مع الاولاد، شو بيصار لك؟ تنقصي شقفه ولا بيقل مقدارك؟ ولك يا عيب الشوم عليكي، ولك حاجه تعمليها مثل كانه جاري عندك حاجه. سبع البرمبه، مبسوط؟ مبسوط اخي؟ مديت ايدك على حرمتك؟ لك مين فينا بالعيلة بتقيده على حرمته غيرك؟ سوادت وشنا ولو من تحت راسك انت، من تحت راسك انت لهيك. عليم الله عليم الله، انا رايح من هالبيت وما برجع بشهر. مو حيك مو حيك، هات لبوس ايدك، هات لبوس رجلك، مشان الله ما تطلع من هالبيت. الله يوفقك. والله يا عمي اذا بتطلع من البيت لا اطلع قبلك وما حدا يعرف لي الطريق. استغفر الله العظيم، استغفر الله، لا حول ولا قوه الا بالله. روحي مرتخي، روحي غسلي وشك بمي بارده، انا رايح بتمشى شوي وبرجع. رجلي قبل رجلك. روحي استسمحي منها واعتذري منها لشوف. روحي اعمل ليك. خلص عمي، والله ما في شيء بيناتنا. اسكى مرت عمي، صبريني يا رمزي مشان الله لا تاخذيني. الله يلعن هالطبع اللي فيني، ما بعرف شو بيصير لي لما بيطلع خلقي، والله ما بتذكر شو بحكي. مشان الله لا تاخذيني. انت سلفي عادل، الله يوفقك لا تاخذني. بسيطه مرتخي، بسيطه يعني صافيه لبن. صافيه لبن، الله لا يشمت فينا حدا ولا يفرق بيناتنا. امين. روح اخي روح، روح استسمح من مرتك واعتذر منها. خطي مالك شايف بطنها لحلقها، والله يرضى عليك. روح ضربوا انتوا هالبيت. روح يا روح، انا رايح اتمشى شوي وبرجع. لك يا عمو مشان الله ليش البكاء؟ والله الفعل ماله حلو، انت ادعي له الله يسلمه ويحفظه.
الله يسلمه ويحفظه هو واخواته. بس والله قلبي نازلي من هالسفره، حاسه حالي رح موت وما رح شوفه. يبعث لي همه منك على هالحكي، الله لا يقدر ان شاء الله. ان شاء الله يا امي بتفرحي بولاده. حاجتك بقى تكبرين. لك اذا مو كرمالك كرمال ابي. اي والله لونه مخطوف وخايفه عليه. يا الله يا ميسر، ربي يسر ولا تعسر. اهلين تقبرني. ان شاء الله ما بعد ما تطلي يا رب. الله يرضى عليك يا بنتي. اوف 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 اوف، لشو كل هالاغراض يا ام بدر؟ ايشو نقلي ولا روحها على الحج؟ ما في شيء، حطيت لهم دبيه مقدوس. بتعرف بدر يقبر قلبي قديش بحب المقدوس، وحطيت شويه معود مشمش وممروت وقاورمة وكشك، وحطيت شويه زيتون لانه سمعت بمصر ما في زيتون كثير. الله يصلحك يا ام بدر، ومين بده يحمل كل هالاغراض؟ قيمي منهم قد ما بتقدري. كلهم شويه اغراض، احدهم بيحملهم، بكره بيلاقوهم مثل قمه الغلا. ماشي الحال. هلا الله يرضى عليكم، ابنك بده يمشي، بس ما بدي اشوف دموعه بعيونكم. الله ييسر له. ماني مصدق امتى يسافر قبل ما حدا يشتري عليه ويوقع البلا الاعظم. يبعث لي حمه منك يا ابي على هالحكي. لك الله يرضى فيكم كلياتكم يا حق. قوم تقبرني، قوم قوم انت ارتاح، ونحن هلا منخلص من الحق. اجا حدو؟ ايه اجا. الله يرضى علي. والله تقولي لو كان اخوه ما بيحبوا هيك. الله يحنن عليهم ويسلمهم يا رب. روحي على اوضة عبد اللطيف، بده يبوس ايدك ويودعك. بس مثل ما نبهت عليك لا تبكي ولا تفاولي لي على الصبي. لا خلص. يلا يلا. صبرني على فرقته. اهلين ابن عمي تفضل. هدول الاغراض؟ ايه شبك هدول الاغراض؟ ايه والله مكترينون. لا مو مكترين، ما حاطين غير الضروري الضروري. مرت عمي هلا كل الاغراض وحاطين بس الضروري الضروري. ابو فياض شبك قاتلك الضروري الضروري شبنك؟ ايه مثل ما بتكون. يا رب تيسر، يا رب تفتح حبوش. يا رب. أول باشتان يا صباح الفل والورد والياسمين. فقت وتسحبت شوي شوي من التخت لحتى ما فيقك وازعجك وروح لك نومتك. تاني باشتان شكلك نسيان إنه اليوم عزيمة نازك خانو. لا مالي نسيان، بس يا سامي أول باشتان لسه بكير كتير والفجر لسه ما قدام. وتاني باشتان دائما بيكون عندك عزايم، ولا مرة فقتي بكير كل الأد. تقبرني، كانت عمتي ام معين لما كانت بصحتها وعافيتها كانت تعاونني شوي، يعني شي بكبكبه الكبه، شي تساعدني بالطبخ. ورمزيه الله يرضى عليها كانت تحوس بين ايدي وتشاشلي. بس هلا الله يقيمها بالسلامه، حبلي ودوبها عم تقدر تاخذ نفس. يعني هلا كل شغل العزيمه بده يطلع مصموط هيك؟ شو بدي اساوي؟ معلش، الله بيعين. هاتي بدق لك لحمة الكبة قبل ما يقضي. لا عيو شو عم تساوي؟ تقبرني؟ هات عمك تقبرني. بدق لك ياهو. الله يخلي لي اياك ولا يحرمني من حنيتك علي. والله والله انا كلامك الحلو هذا بكفيني. سامي انا ما عم بحكي هيك رفع عتاب ولا عم بمزح. بدق لك ياهو بساعدك شوي. والله بعرف تشكل قاسي، بس انا ما بيهنا لي حدا يشوفك هون بالمطبخ. والله بيخلونا سيرة. ايش وعلي بتسكر باب المطبخ؟ هلقتيني كلهم نايمين. لا تقبر قلبي، روح هلا انت على بين ما تتوضى وتقرا قران بيكون قدام الصبح مشان تروح تصلي بالشام. طيب لو كان بتروحي بتجيبي حدا يساعدك ولو حتى بمصاري؟
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تقبرني أنا محضرت لك كل أواعيك وغراضك، ما راح أقدر أعاونك اليوم باللبس. شوفت عينك هلا حفا قاعدة، اطلع تقبرني بالمطبخ إذا يرضى عليك أنا أشوفك. ديري بالك على حالك، لا تتعبي حالك كثير، بكره بيجعك ضهرك وساعتها النغر على قلبي إليها. يوم إذا ما دللت عليك أنت جوزي حبيب قلبي، على مين بدي انهر واتدلل؟ ما قلي لا اب ولا ام ولا اخت. ايوه يلا عبلي لنا اياها قصيده من عند الصبر. ايه عملي لي صح النية لا تنسي. من عيني هي قبل هي. يعطيك العافية. الله يعافيك. بسم الله الرحمن الرحيم. تطلعي بهالشغلات يا نسيبه. ان شاء الله ما بعد ما لهالضحكه تقبرني. انا ماشي، بدكم شي من السوق؟ سلامتك تقبرني، هي قدام الجميع وبشهادتهم انا اليوم رايحه على العزيمه. ابنت عمي وانت كمان لازم تروحي هاك، لانه مو حلوه بتعرفي اهل المعلم عاشور اجوا بذات نفسهم وعزموكي. ايه والله وكركت علي كثير، سبحان الله هالمخلوقه شو لسانها حلو، واذا بدي روح فمشان خاطرها. خلص بنت عمي لك، انت روحي مع نسيبه. وانتوا اسمعوا مني بلاكم هالروحه، لانه مو معقول يضل البيت فاضي مشان الاولاد. ليش يا بعدي؟ وكمان نحن معزومين عزيمه هستمكم، كرك علينا كثير. يا ام زهير مو ظريفه، بالحساب انت بتفهمي بالاصول، يعني معقول انت تروحي على العزيمه وتتركي ام مجدي هون تفاعي فاعي معها العفاريت والجن على اساس عندك اياها بالدنيا؟ ايه والله بحبها كثير ويشهد علي ربي، بس انه اقعد بغون نفسي مشان ام مجدي شيء وانه تامرني انت شيء ثاني. انا بامرك لك، انا عم ذكرك تذكير الله يسامحك. يلا خاطرك بنت عمي. مع السلامه يا ابن عمي. لا تقلي شو دخلي. اي والله والله قلبي من جوا فرح بجيتك لعندي، مو بايدي سبحان الله، من اول ما شفتك حبيتك، حتى قلت لها لنسيبه، قلت لها مره راكزه وفهمانه. اي والله هيك قالت لي. القلوب عن بعضها، وانا اجيت كرمال خاطرك ومشان شجعك تجي لعندي وقت بدي انتقل على البيت. اي لكان ان شاء الله بنتشرف، امتى رح تنتقلي من غير شر؟ يعني بدك تقولي ان شاء الله بهاليومي. الله يجعله من السعد عليكي، ان شاء الله الف مبروك يا رب. الله يبارك فيكي، بس مو من هون، بدك تفضلي لعندي على البيت. ايه لكان بنتشرف. يا ميت اهلين وسهلين، ميت اهلين وسهلين، زار للنبي والله. يا حبيبتي شغل بالي عليكم، ان شاء الله ما تاخرتوا لسا دليتوا على البيت. لا والله شو بدك بالحكي، والله وصلنا بسرعه لانك وصفتي لنا العنوان مزبوط. ميت اهلا وسهلا فيكي. شو وينها نازك خانم؟ اوعى تقولي لي انها مالها جايه. انشغلت ومضطره تتاخر لها شوي، بس بتسلم على الكل وبتقولكم انه ما تاخذوها لانه التاخير مو بايدها. طيب لكان ما راح ابسكوا بالاكل الا لتجي. لا اسكي بالاكل، لانه هي قالت لي واكدت علي انه لا تستنوها. بتعرفي هي مانا غريبه، بتعتبر حالها من اهل البيت، هي لما بتيجي بتبقى بتاكل لحالها. مدري ليش قلبي ناقزني، حاسه الها مالها جاي. لا ان شاء الله بتيجي. قومي ساميه قومي انا بساعدك. لا تسلمي لي، خليكي انت قدام تشوف، انا بقوم بسكب الاكل. بس والله من لقيتها حلوه بنوم، يعني مو معقول نسكب الاكل ونقعد ناكل قبل ما تجي نازك خانم. الله يكون بعونه، في براسها 100 شغله وشغله، واساسا يعني هي ما بتحب الرسميات. خلص انا رح استناها لتجي وناكل سوا. مثل ما بدكم، لكان تسمحوا لي عن اذنكم، 100 اهلين وسهلين. شوفي شغلتيني بالي، صايبة شي نازك خانم؟ احكي لي. برو هاتي مصر شوالي. ولك مصر شوالي. الله لا يوفق. شوف لي حطني ايدك، حطني ايدك بدو الخطيب. روح استفدت لي شغل كتاب، والله انشغل قلبي عليه. شو بدي اياه وينه؟ وين بدي ادور عليه معلوم؟ وين بدك تدور عليه؟ يعني يا ببيته يا بالكتاب. امرك معلوم. شو؟ وتروح تغيب لها ساعتين قسما بالله اذا بتاخر، بتعرف شو عم يستناكم؟ بالصراحه حرمتك يا معلمي، انا ماني لاقي انفلق كمان، اخر فلقه لك لساتها معلمي على رجلي. حرك روح يلا. لك ليش بيقولوا العصاية من الجنة؟ يا سيدي بيقولوا العصا لمن عصى،
في خلق ما بيجوا غير بالضرب صحيح، وفي خلق بيجوا بالإنسانية والكلمات الحلوة. يا سيدي هذا برو يعليم الله ما حدا بيقدر يتحمله، بتعرف ليه؟ لحظة بتلاقي لك يا أجدب وأهبل، ولحظة بتلاقي عفريت بلفلف، يعني مثل حرباية أرجيني بختي كل ساعة بعقل، بس أنا حطه هون وارفعه البلقة بتلاقيه رجع مثل الرهوانة. لكن بدي أسألك، صحيح أنت وشيخ الكتاب مختلفين مع المختار لأنه بده يحط غيركم عضوات للصالحية؟ أعوذ بالله، قولك من وين بتفكر هو الحكي؟ كل الخلق صار عنده علم، بقى شو؟ الخبرية صحيحة ولا لا؟ مو صحيح، مو صحيح من هو؟ شلون؟ الناس كلها عم تحكي بهالشي، ما تواخذني يا مجدي، ما في دخان من دون نار. لك كل القصة وما فيها، إنه لما توفى أبو شاكر بده يحطوا واحد محله. فاجا ابو عبود وسالنا انه شو راينا يزيد عدد العضوات بنحط من هالشباب الصغار المتعلمين المتنورين، فوافقنا. هي هي القصه وما فيها. ايه ها شايف شلون فرق الكلام؟ بس لك يا منظوم واللي عادت حالك محب لي، الله ما لعبك تقول له لا ابو عبود يحطني من بين العضوات. والله حقك على راسي، بدك صراحه يا سيدي والله انت احق من غيره. ايه وشو فائده هالحكي هلا؟ ما بتعرف إذا حدا من بناتنا بكرة تيسر حطوه بداله. هلأ بدك يعني استنى لحتى يموت حدا من العضوات لأستلم محله؟ عمي حي ما بيستنى حي. بعدين وينك؟ شايف لك يا هالشغلة مو محزة، منفخة على الفاضي. هلأ كل هالشغل اللي عم نشتغله وهالمشاكل اللي عم نحلها وبتقلي منفخة على الفاضي؟ الآن مو صح. علي شيخي ابو علي شيخ الكتاب ابو علي يستر على عرضك. رد يو شلون يعني مالها جاي؟ بس هي وعدتني واكدت علي انها بدها تجي لعندي. كانت اكيد بدها تجي بس الظروف منعتها، بس على العموم بتسلم عليك وعلى ضيوفك وبتقلكم ان شاء الله بكره بيتحقق يلي ببالنا وبتتحسن الظروف وبتبقى بترجع على البلد وبتيجي بتزورك. معناها هي مسافره مو بالبلد؟ صحيح، الفرنسيين نفوها لنازك على الاردن. على قلبي شو تحملت من هالفرنساويه. والله يا حبيبتي اللي بده يمشي بهالطريق بده يكمله للاخير وما بيسالوا لا بيتوقف. هي خطيب ماري انسجن وتعذب وما نزلت دمعه من عينه عليه، بالعكس كانت دائما تشجعه وتحمسه وتصبره وشافت وكلنا شفنا الكثير، بس مستحيل نتراجع ونقبل بوجود الفرنسيين ببلدنا. ولا تقولي نازك انتفت، كل وحده فينا نازك ولازم نكون مثل نازك. كل شيء بدكم اياه رح تشوفونا معكم ولازم نضل نجتمع مع بعض ان شاء الله. وإن شاء الله ما بتطول غيبة نازك خانم وترجع لنا بالسلامة. الله يهفي له الواوي اللي اسمه فرنساوي. آمين يا رب، قولوا آمين. آمين يا رب. أبو علي يا أبو علي استر على عرضك. شغلتني وشلشتني. الله وكيلك يا معلمي، فقفلت ايدي من كثر الخبط على البواب، ما كان حدا يرد. يلا لا بخلص انا بروح تبقى ابو عبود. ان شاء الله هذا يصير لك الخير. صراحة ردنا انا شفته من كم يوم ما كان على بعضه، وشه مصفر وحيله مهدود وعيونه مخوخة ومنفخة. شو ما شفته وقت كنا بالمولد عند الشيخ عبد القادر؟ ولك والله مضبوط ما كان على بعضه، عادة بالعزايم عوافي على قلبه يعني بياكل بالاربعة وبالكف. لا تأخذني لأنه أنا مضطر روح مستعجل، بدي اطمن على أبو علي. روح معاه؟ لا لا ما في داعي، أنا هلأ شوف شو في أخبار وببعث لك برو بيطمنك بدون بهارات. دير بالك على الدكان. شو عليك؟ كل اهل الحاره عم يقولوا انه صار لهم يومين ما حدا شافه. والمعنى سيدي انا عندي اقتراح، شو رايك نفتح الباب وفوت ندور عليه؟ لك يا اخي ما بيصير، لازم تجيب المختار او حدا من الكركون بعد ما اجي بعد. بسم الله. يا
حسبي الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله يعطيك العافية بن عمي. السلام عليكم. كيفك بن عمي؟ الله يرضى عليك. هات أمك. قلنا السلام عليكم بنت عمي. وعليكم السلام. شو بكي شي؟ ما بني شي. صلاة محمد شبيك. سأل حالك وشم ريحة كفك وانت بتعرف. يا كفي مسكو عنبر. لا والله مو مسكو عنبر بنو. ها نطت سقف الحلق. في دينا باعتبار عندك من كل علم خبر. شبا بنت عمي وعم تسأل كمان. لك إذا ما سألت كيف بدي أعرف شبا؟ ما قلت لك تقبريني نسيان يا علي. رجال كبير بدك ما تواغن. ميتي عليك إن شاء الله. ما شاء الله عنك إنه بنت نزنوزة صغيرة كتير. ما مجايلتيني هلا إن شاء الله. لا تقلنا يا إحنا أبدنا. والله قلبي ما عاد متحمل. أهلين أهلين نسيري. تقبريني فوتي يا أهلين ابن عمي. ما شاء الله أرجيني هاي المسبحة ما شفتها من قبل. كوربة أصلي؟ إيه كوربة أصلي. لك نزيبة من شان الله تقلي لي شبه ابن عمي. الله يصلحك يا أبو مجدي. شو نسيت إنك وعدت لفكرية خانه تبعت لأخته لأجير كبره مشان تعزل له البيت وتبعت له العتالة لينقلوا له أغراض بيتها؟ إيه والله من شان الله لا تأخذيني بنت العم. والله لو تعرفي شو صار معنا اليوم كنت عزرتيني. خير إن شاء الله. شو صار معك؟ العمر لكم. مات أبو علي شيخ الكتاب اليوم رحمة الله عليه. الله يرحمك. العمر الطويل إلك. هلأ أنت يلي لازم ما تواخذني. معقولة بنت العم؟ معقولة أنا أهمل طلب أنت طالبتي؟ والله بخدمك بعيوني. يسلم ما ذكرت. ولو أني هكلانها من قلتك. مو بس أنا والكل وبحلف عنهم. يعني مستصعبين كيف بدك تتركيني؟ رح نستوحش لك ورح تعيشي لحالك هنيك وحداني. والله بعرف هالشي. وانتو كمان الله يشهد علي عندي اياكم بالدنيا. اساسا مين صفيان الي غيركم؟ بموت وما بنسى لهفتكم علي. يتقبريني ان شاء الله. ابن عمي هلا احكي لنا شلون مات شيخ الكتاب؟ شلون بده يموت يعني مثل كل هالناس؟ الله يرحمه ويجعل مثواه الجنه. مسكين. استغفر الله العظيم يا ربي. ليش مسكين؟ كلنا بدنا نموت، كلنا على هالطريق ابن عمي. مو القصد يا نسيبه، مو القصد. عم اقول المسكين انه ما نعم حاله. رفعنا الفرش عن هالدخت لقينا لكم المصاري صفطات صفطات. يعني مسكين بخيل على حاله. هلا بيجي ابن اخوه على البارد المستريح بيتنعم بهالمصاري. لكن ابن عمي الواحد لازم يعمل جهده يتبحبح ويبحبح اللي حواليه وما يحرمون شيء. الدنيا فانية تقبرني. الله يطولنا بعمرك. والمسكين الله يرحمه حرم حاله وحرم اللي حواليه. ايه مشان هيك لكم زهير بطلي تصمدي وتصرصري. اعتبري من شيخ الكتاب. الله يلحق فيه. بعيد الشر عني بعيد الشر عني. ابن عمي ما تاول عليه. شيخ الكتاب مجاي لأبي. شو صغير؟ لا مو صغير. بس انت كمان ما شاء الله حولك مو صغيرة. ابن عمي شو عم تقول؟ شو قلت ابن عمي؟ انا وفكرية خانه وما سمعنا. شو قلت؟ ولك عم قول الله يرحمه ومن شان الله قيمونا بقى من سيدة الموت والأموات. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. بيحب النبي يصلي على النبي. الله يرحمك يا ابو علي. الله عليك. الله عليك. عجبك العكروت ابن خول المرحوم شو سوا؟ لا والله يا ابو عبود ما عجبني منوب. هالقليل الاصل هاد. بس بدي اقول لك شغلي. ما في داعي تسم بدنك كرمال واحد صغير مثله. والله لولا كرامه المرحوم لنسبته كف فتلته فتل. قال شو ما بصير يكسروا باب البيت المرحوم لانه هو الوريث الشرعي له. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. شو بدنا نسوي مختار؟ بس مثل ما بيقولوا أهل البحر ما بتعك رؤسائي. والوعى الكبيرة دائما بتستوعب الوعى الصغيرة. وهذا واحد صغير
صغير مختار صغير. إيه بس كان الواجب ما يتركه بضعفته لحاله. وقال شو كمان لازم تعطوه اللي لقيته تحت المخدة. شو بنعطيه؟ مصاري لقوة تحت فرشة المرحوم. إيوة لعب الشوم عليه، لعب الشوم. الله يجيرنا من بكرة. آمين يا رب. الله يرحمك يا أبو علي. رحمة الله عليه. يسمع عليه بكفنه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. نجتمع بدون ما نلفت النظر. سافر عبد اللطيف. أي سافر. بس دير بالك المساعد أبو صالح من الكركون ما بيطلع فينا. هذا الدلو قال له للبير والله لأنضحك وما خلي فيك ولا نقطة مي. قام قال له البير مثلك كتير نزلوا بسفال وطلعوا بلا سفال. صحيح. لكان السبت بعد العصر أن نلتقي عند أبو رسمي بالمحل ونعمل حالنا أن اجتمعنا بالصدفة. ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد عنوان البيت مظبوط مثل ما مكتوب بالورقة. إن شاء الله يكون. أكيد رجلي ما عم بحسن وقت عليهم، وفوق كل ده أمك محملانا كل الحاجات اللي الله يعطي الشيطان العافية. شو بلشت تحكي مصري؟ قوم وصلنا. قوم الله يعطيك العافية. قوم لحد قوم. استنى يا باشا. ليه يا باشا؟ ليه هو العطاش يا ليه؟ افتحوا اللي جوا. حبس الجزاز. افتحوا اللي جوا. السلام عليكم اخي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هون بيت الشيخ بدر. ايوه هو ده بيت الشيخ بدر. اهلا وسهلا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على السلامه. اتفضلوا. مين يا شيخ عبد الصمد؟ الحبايب جات يا شيخ بدر. الحبايب جات من الشام. عفوا على المؤاخذه، حضرتك مصري؟ ايوه مصري. ايوه بس لانه عم تقول جيم. لا اصلا من سعيد، انا من سوات. يلا بك. ايوه ايه مثل عنا نحن. عنا اهل دوما بيحكوا غير اهل الشام، نفس الشيء. تفضلوا على المسار. يلا ان شاء الله لا تواخذنا. السلام عليكم. ان شاء الله ما تواخذنا. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك ونورتوا مصر. تسلم. وش جاجه؟ جاجه هذيك اللي كانوا معنا بترين مصاري بيقولوا جاجه. تفضلوا على المسار. لك عن قلت لي نويت على الحج. إذا راد الله وأنا حبيت اجتمع أكون بعيد عن النظر مشان ودعك لأني مسافر ومشان نتفق على كل شيء. وإمتى السفر؟ بإذن الله الخميس الصبح. إن شاء الله بالسلامة وحج مبرور وسعي مشكور. عبالك أبو العباد. والله كنت ناوي على الحج هالسنة بس ظروف البلد هون مو مساعدة ما بتطمن. بركان وبدو ينفجر. ومشان اللي بيناتنا المعلم عاشور رح يكون بيني وبينك. أنت ضمنانه ومطمن له؟ مطمن له أكتر من نفسي. حاكم قد ما عم نشوف صار الواحد يدارس على كل شيء. قال عقلها وتوكل. المعلم عاشور هو أنا وعنده حماس أكتر مني. وبيعرف كل يلي بيناتنا؟ عم بقلك المعلم عاشور هو الشباب عم تستعمل مخازنه، وأنا كمان كتبت وصيتي وحطيتها معه. معناته الزلمة بيطمن كتير. المعلم عاشور هو أبو عبود وبده يستلم مخترة بدالي. أنت افتح له قلبك وطمان وما بتندم. توكلنا على الله. أي سيدي أنت أعطيك المصاري؟ إذا بيقدر المعلم عاشور يأمننا الأسلحة فسلم المصاري له. وبرد برجع وبيت سؤالي، أنت ضمنانه؟ هو خرج الدعكة وبكرة بعد ما تعرفت عليها منيح وعلى حقيقته رح تنسى أبو عبود. ولو أنت بتضلك الأصل يا أبو عبود وبتعرف معزتك ومقامك عندي وعند الجماعة.
وأمانة. إذا بتحتاج أيتها خدمة أو أي شيء تاني مهما كان فنحن جاهزين وبالخدمة. كتر خيركم، ما بدي غير سلامتكم. على كل حال إذا الجماعة بدون منك توصل شيء مكتوب لحدا بالحجاز بعود بيجي لعندك على البيت وبخبرك. على راسي، تكرم أبو العبد. إن شاء الله آية رزق، إن شاء الله ألف مبروك. الله يبارك فيك ويخلي لياك وفضلك على راسي من فوق. لا 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 بنتي العزة والعقل، إن احنا مين إلا غير بعضنا؟ مو بس أولاد عمي أنا، إيه أنا أول ما وعيت على الدنيا لقيت الدنيا، وإنتي أول ما وعيت على الدنيا لقيتيني. بقصد إنه نحنا مو بس أولاد عمي، يعني نحنا أخوة. هلا انا ما عندي اخوات بنات، انت اختي، عرفتي كيف اختي؟ قالي يا زاني كيف ما درتك بتندار، وهلا ابو مجدي سبحان الذي خلقه ما في اسرع من دورانه للسانه. شو عملت لكم زهير؟ تحكونا معكم؟ ما قالت لي شيء ابن عمي، بس ذكرتني بفصل عملون امبارح الاولاد، قام فلتت مني الضحكه، مشان الله لا تواخذني. ما قلتي لي بنت عمي؟ إن شاء الله فرقتي اللحمة على البيوت قلت لك عليهم؟ إيه والله، نور وإيمان راح بره وصل لكل بيت حصته. بتعرف ابن عمي؟ يا ريت توصيلي على ثلاث خواريف رخر، واحد لسيدنا الشيخ محدين، واحد لمقام العردوك، وواحد للسيدة زينب. نور وإيمان. يعني هلا بدي أحكي، ولو كان ما لازم الإنسان يمنع الخير، لكان ما بجوز بنوب. قال سبحانه وتعالى: والذين يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. انت ان شاء الله بتوقف المي بزورك، عرفتي كيف هون يعني بتوقف؟ عرفتي اول شو بدي احكي لحتى تتفصحني وتدلوي بدلوك؟ اي والله ام زهير على سلامتها بتفهم بالوما، بعدين المخلوقه ما حكت شيء الا بكلام شرع الله. ايه ما اختلفنا، بس هي يعني مثل اللي بيخطف الكبايه من راس الماعون، هيك عادتها. الله يصلحها، بتركب شغلات ما بتفهم فيها، ولك طلع الحجيج على لساني وانا بقول لها بطلي هالعلك المصدي ولا تتدخلي بشغله ما بتفهمي فيها. التاي عوج عوج. هلا مشان الله يا بي اتركنا من الاخذ والعطا وخلينا نحكي بالمفيد. ايوه، وانت شو المفيد بنظرك؟ احكي وتحفنا لنشوف في ارائك. يا بي شو مشان المحلات اللي شفناهم؟ يعني ما بعرف بنت عمي على جوع دمدت لهلا. صحيح بنت العم، انت على اي محل اعتمدتي من المحلات الثلاثه؟ اليوم ان شاء الله بعد صلاه العشاء بيت استخاره وبشوف، وبكره او بعد بكره برد لك خبر ابن عمي. ايه الله يقدم لي فيه الخير. صحيح يا بنت عمي بدي اقول لك، يعني خففي لي هالظرف شوي على اليمين وعلى اليسار، الناس عم تاكلك لعيونها، صاروا الناس مفكرين انه عندك خزله السلطان عبد الحميد. وبصراحه يا بنت عمي الناس كلياتها تعبانه من الفقر، كثره النشطريه والحراميه بالبلد. ايه بس والله نحن يعني عندنا امان، من زمان ما سمعنا بسرقه او بشي شغله صارت. حكى بدري وانشرح صدري. ولك يا بنت الحلال، انت عم تحكي هذا الكلام من زمان قبل ما يفوتوا الفرنساوي. اليوم العسكر السنغال معبين الشوارع والحارات. ايه انا طولي وعرضي عم بمشي وانا مرعوب. ايه والله بهي معك حق، والواحد ما يراغي عن الحق. ام زهير خلص، اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين، والله الحامي.